وبما ان القصر فاتح فتره وهيقفل تاني اخر الشهر تقريبا، فقلت لازم اروح تاني واشارككم التجربه، فيلا بينا. بصراحه انا كنت عايز اقول لكم مين عيشه فهمي والقصر اتبنى امتى وكده، بس انا ما اعرفش اصلا. I don't care man. مبدئيا كده القصر ببلاش ومش هتدفع اي فلوس جوه، ومسهلين عمليه الدخول لدرجه انك مش هتلاقي حد على البوابه اصلا. بس في العادي يعني هتلاقي حد بمكتب هنا بياخد منك البطاقه ويسجل رقمك القومي في الدفتر، فيعني ما تنساش البطاقه والكمامه كمان. واول ما تدخل هتلاقي مكان نظيف جدا، فيه شجر وكراسي ومنظر رائع عني، منظر رائع عني. تروح للبحر يا سمي، خد تعالى. تخش يمين وتفضل ماشي على طول لحد ما تطلع السلم في يمين تاني عشان تزور القصر، ويؤسفنا اقول لك ان مده الزياره ربع ساعه بس، ما هو ببلاش بقى اللي هو يلا عشان غيرك، وهتدخل تجري وتشقلب حرفيا عشان مفيش وقت. بس لا، المده مش قليله بالنسبه لقصر دورين، كل دور فيه 6 اوض تقريبا. واول ما تدخل هتلاقي التمثال المفكر ده، ولوح بقى، لوح 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 لوح. لا بغض النظر عن اللوح وعمرها والشخص اللي رسمها، عشان حقيقي ما حدش مهتم، بس كل لوحه فيها ابداع حرفيا، محتاج تركز قوي عشان تشوف براءه الالوان والتفاصيل وتفهم قصه الصوره من غير ما حد يحكي لك عنها حاجه. انا متعصب ليه؟ المهم هتطلع السلم بقى فوق وتلف بقى لفه حلوه، وفي اوضه كده هاديه قلبينها حي صيني. المدهش بقى في الاوضه دي ان فيها حته تكييف جامد قوي، بس بجد الاوضه حلوه قوي، بس مشكلتها الاضاءه فيها ضعيفه ومش هتعرف تتصور، وهما مانعين الفلاش. لو مش مصدقني اسمع، غير فلاش وهيلمس اي حاجه بعد اذنكم، واحد واحد يخش. بس لو هتتصور بقى تعالى انا هقول لك. انت تخرج من القصر تمام، وتخرج من البوابه، هتنزل السلم هتلاقي سلم تاني في وشك، تنزله هتلاقي باب خش فيه. ده عباره عن مكان فيه اوض كتير زربيح، وكل اوضه فيها لوح كتير فشخ، وفي اضاءه كويسه ومفيش مده معينه تقعدها جوه، اتصور براحتك بقى. ولا 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 ولا، وبعد ما تخلص ممكن تطلع تقعد قاعده رايقه على النيل وتسمع التراك اللي معلق معاك اليومين دول. انه الحنين بيزول ومن دلوقتي هقدر لوحه فنيه واديها حقها، وانت كمان حاول تعمل كده.